السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الدرس سوف يكون مقدمة تعريفية عن أفضل الميكروفونات لليوتيوب وتجربة خاصة لأفضل هذه الميكروفونات. حاليا في الماك التي يتم استخدامه حاليا هو AKG Perception، هو 120. في نوعين من الميكروفونات، في ميكروفونات XLR وفي ميكروفونات USB. الميكروفونات الاكس ال هذه النسخة اللي هي 120 في منها اكس ال ار وفي يو اس بي. فاذا هذا المدخل هو مدخل اكس ال ار، اللي هو الثلاثة بين ده كده مدخل اكس ال ار. طالما هو اكس ال ار فاذا ما ينفعش يتم توصيله مباشرة على اللابتوب او على البي سي، فاذا محتاج كارت صوت شبيه بهذا، ولكن ليس كارت صوت بهذا الشكل، لكن عبارة عن كارت صوت من بني سونز يتم توصيل المايك بالكابل بالاوديو انترفيس او الكارت الصوت. طبعا الاوديو انترفيس في منها ماركات كثيره، لكن اولا يعني في بيبدا من مدخل واحد اللي هو وان انبوت، لكن هنا ده مدخلين، يعني ممكن يتم تسجيل باثنين مايك واثنين اوتبوت. ده كده اول شيء. الشيء الثاني نفس النسخه في منها USB، وهذه هي النسخة الحالية التي يتم تسجيل بها، وهي هذه النسخة، ده الـ AKG Perception. هذا المايك ممتاز، لكن في مايكات أفضل وبفئة سعرية أفضل. هذا المايك مخصص، يعني يعتبر مخصص لتسجيل الآلات الموسيقية، لأنه في بعض السويتشات وبعض الأزرار اللي يتم فيها مخصصة لتسجيل الميوزيكال الآلات الموسيقية، لكن يمكن تسجيل منه، ممكن تسجيل صوتي بيه. إذا احنا شايفين هو بيلتقط جميع الأصوات، حتى مثلا لو في أصوات خارجية زي الأصوات اللي سمعناها حاليا ممكن يتم التقاط هذه الأصوات. الثاني مايك أو النوع الثاني من المايكات هو المايكات الديناميك. هذه الميكروفونات سمينا طبعا أيضا XLR و USB، من أشهر هذه الميكروفونات وهي شور SM58. هذا الميكروفون يعتبر أشهر ميكروفون أو أقدم ميكروفون، طبعا هو XLR، ما فيش منه نسخة USB. طبعا هيحتاج كارت صوت. الفرق بين الكوندنسر والـ USB زي ما احنا شايفين. تمام، ده كده عبارة عن الشور SM58. الفرق بين الجوهر بين الكوندنسر والـ USB، إن الكوندنسر بيحتاج عزل أو بيئة محيطة، لكن الديناميك ما يحتاجش بيئة محيطة، بيتم عزل جميع الضوضاء الخارجية، على حساب إن يكون الصوت أو الفريكونسي ما بيلتقطش جميع الفريكونسي. بمعنى آخر إن الجودة هتكون أقل نسبيا مع عزل الضجيج أو عزل الضوضاء الخارجية. من وجهة نظري أفضل وأرخص الميكروفونات هو اللافالير. من هذه اللافالير الدي وايز يعتبر أشهرهم، الدي وايز مايك، هذا هو ده يعتبر أفضل هذه الميكروفونات الباور دي وايز. أيضا من الميكروفونات الأفضل وتكون لافالير أيضا في ال في اوديو تكنيكا لافالير اللي هو 353، لكن من وجهة نظري الأفضل على الإطلاق. ميزة اللافالير مايك إن يتم توصيلها باللابتوب، يتم توصيلها بالكاميرا، ويتم توصيلها بالهيدفون، يتم توصيلها بالسمارت فون، يتم توصيلها بأي شيء في 3.5 ملي جاك. اللافالير مايك بهذا الشكل. تمام، وطبعا في الرود سمارت ده يعتبر الأشهر، ولكن عيب هذا المايك إن هو دي النسخة التانية السمارت لاف بلس. عيب هذه النسخة، هذا هو الميكروفون ده اللي أنصح بيه تقريبا، لكن عيب هذه النسخة، دي النسخة القديمة، النسخة اللي دي النسخة الجديدة اللي فيها جراي، اللي هو الوصلة هذه جراي، دي تعتبر النسخة الجديدة بهذا الشكل. السعر تقريبا 1250 مصري تقريبا، يعني
60 تقريبا دولار او شيء. لكن اللي انصح بيه الافضل على الاطلاق للتسجيل الصوتي هذا هو السمارت السامسونج ميتيور. فاذا الخلاصه ان كبدايه ممكن نستخدم السامسونج ميتيور، وهذا هو مراجعه تقريبا هذا هو الافضل على الاطلاق وكفئه سعريه الانسب على الاطلاق. طبعا هذا الميكروفون يو اس بي يتم توصيله باليو اس بي. ميزته ان فيه مدخل بهذا الشكل لتوصيل الهيدفون وفي ميوت اللي هو اون واوف، ده يعتبر افضل على الاطلاق وفي هذه الفئه السعريه اللي هي فئه ال50 دولار. اتمنى يكون هذا الفيديو مناسب، وان شاء الله الى اللقاء في عده